صباح الخير لكم مشاهدينا في كل مكان. غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير والبركة والسلام، وأعايد على كل مشاهدي تيريتي العربية وعلى عائلتي أيضا. مشاهدينا اليوم في حلقتنا لهذا اليوم سوف نتابع كيفية العناية بحديثي الولادة. تابعونا، نتمنى من كل أم أن تتابعنا، فهذا موضوع جدا هام. اليوم لدينا أخصائية مهمة في هذا المجال، ابقوا معنا مشاهدينا. بعد 9 شهور من الحمل تنتهي فترة الانتظار، وتعود الأم بوليدها إلى المنزل وتبذل قصارى جهدها لكي تعتني به على أفضل وجه، ولكن الحب والرعاية اللتان تحيطان بهما الأم طفلها لا تكفيان لسد احتياجاته، بل على الأم أن تكون ملمة بكيفية العناية بهذا الطفل الذي وضع أمانة بين يديها. والأيام الأولى من حياة الطفل حديث الولادة هي الأصعب، فأي تغير يطرأ على الوليد كأن يصاب بالصفراء وبأوجاع في البطن والمغص يقلق الأم ويصيبها بالذعر. والحل الأفضل أمام الأم هو طلب المساعدة من المختصين لتتخطى هذه الفترة بأفضل شكل ممكن لها ولوليدها. ماذا على الأم أن تفعل عندما تنتاب طفلها الصغير نوبات بكاء؟ كيف لها أن تفهم لغته وتعرف احتياجاته؟ ستكون معنا في الاستوديو الممرضة المختصة بالعناية بالأطفال حديثي الولادة الأستاذة الجامعية جولاي مناف لترينا كيفية العناية بالطفل في أيامه الأولى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. إذن العناية بالأطفال حديثي الولادة، سوف نتعرف على هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة الجامعية جولاي مناو، وهي أخصائية في تمريض الأطفال حديثي الولادة. صباح الخير لك. صباح النور، أشكرك. صباح الخير للجميع. أهلا وسهلا بك. إذا موضوعنا لهذا اليوم هو العناية بالأطفال حديثي الولادة. حدثيني أكثر سيدة جولاي، ما هي العناية التي يتوجب القيام بها للأطفال حديثي الولادة في 24 ساعة الأولى من الولادة؟ نعم، بعد أن يولد الطفل في أول 24 ساعة في حياته يذهب الطفل إلى بينزله مع والدته، وطبعا هو بحاجة لعدة أمور. مثلا هو أولا يجب أن يتواءم مع الجو الجديد، ثانيا يجب أن نعرف أن إن كان يعاني من أي مرض، وثالثا يجب أن العناية التي ستقوم بها الأم طفلها، ويجب أن تشرح طريقة كيف تخطيط العائلة، كل هذا يجب أن يشرح للطفل. فمثلا في نقطة التوائم مع المحيط الطفل، فهناك أولا درجة حرارة الطفل، ونتابع درجة لون الجلد، ونتابع دقات قلبه، سرعة دقات قلبه وتنفسه، هذه كلها مؤشرات لصحة الطفل. فيوجد هنا ماكيت الطفل أمامنا، يجب أن تنتبه الأم جيدا عندما يلد الطفل أن تقوم أن تنظر إلى طفلها. أولا أن تنظر إلى لونه، فقد يكون لونه يجب أن لا يكون أحمر كثيرا، ولا يكون أن لا يكون مزرقا، هذا يري درجة حرارة جسمه. أين يجب أن نقوم أن يوضع الطفل؟ أين يعيش؟ يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة، بس إذا كان الطفل بين الذي أتم 38 أسبوع من علمه من أسبوعه 38، وخلق في شروط طبيعية وولد بوزن طبيعي، يجب لا نلبسه كثيرا، ويجب لا نلبسه قليلا، يجب أن يلبس بشكل معتمد، فيجب أن تكون أقدامه مغلقة هكذا، ويجب أن نلبسه هكذا، يجب أن يكون الرأس مغطى، هذا مهم جدا، إن هذا يحافظ على درجة حرارة جسم الطفل. يجب أن يتواءم مع محيطه. أما إذا كان الطفل خلق قبل موعده، قبل 38 أسبوع من الحمل،
فيجب أن تكون درجة حرارة درجة حرارة الأوضة أعلى من 24 إلى 28، لأنه لا يوجد كثير نسيج دهني في جسمه، لذلك فإنه من الهام محافظة على درجة حرارة جسمه. وبعد ذلك يجب أن ننظر إلى لون الجلد، يجب أن يكون قليلا زهريا اللون، ويجب أن لا يكون فيها أي احمرار أو أي وزمات أو أي نقط حمراء، يجب أن نريه إلى على الطبيب في هذه الحالات. ويجب أن ننتبه إلى تنفس الطفل، فعندما يلد الطفل ففي أنفه وفي فمه، وسأريكم ذلك، قد يكون هناك بعض المواد مخاطية، يجب تنظيف هذه المواد بشكل جيد، ويقوم في المشفى تنظف عادة، وإذا كان هذه المواد تسيل من أنفه أو من فمه في عند بعد العودة إلى المنزل، فيجب أن تنتبه الأم على هذا. إن كان أنفه يسيل يجب أن تنتبه إلى ذلك، ويجب أن تكون يجب أن يكون الطفل يتنفس 30 مرة يجب في الدقيقة، إذا كان أقل من ذلك العدد فيجب أن ننتبه، وإذا كان أكثر من 60 فيجب أن ننتبه أيضا إلى ذلك. وبعد ذلك كل هذا يدخل تحت بند التلاؤم مع البيئة أو مع المحيط الجديد. والموضوع الآخر هو أيضا موضوع هام جدا، وهو استعداد الطفل للأمراض. ماذا يحتوي هذا البند؟ يحتوي على فحوصات، ففي الأسبوع الأول هناك فحوصات هامة يجب أن تجرى للطفل، وهذه الفحوصات هامة من أجل تحديد مستوى ذكاء الطفل فيما بعد. أكيد أستاذة كولاي، سوف نتحدث أكثر عن الفحوصات التي تجرى للطفل حديث الولادة في المشفى، لكن دعيني أفهم منك أكثر، يعني كما تحدثتي أن هناك نقاط جدا مهمة، يعني ويعني العناية بالطفل الحديث الولادة يحمل أهمية كبيرة من ناحية العناية، يعني كما تحدثتي عن درجة الحرارة ولون الطفل كثير والتنفس وغيرها، لكن هذا الفرق في الأهمية يعني كيف يختلف من طفل إلى آخر، ومتى تزداد هذه الأهمية؟ نعم، خصوصا الطفل حديث الولادة من المهم جدا العناية بالطفل، فنحن نقول في ثقافتنا 40 يجب على الطفل أن يتم أول 40 يومه، وأنا أقول في الشهر الأول من المهم جدا أن يعيش الطفل أول شهره، يجب أن لا تنزل حرارة المكان عن 30 درجة، يجب أن تكون درجة حرارة جسمه في اليوم الأول أو بين الأيام الأول والخامس، يجب يفقد الطفل من جسمه كمية من الماء، وعندما ترى الأمهات هذا الأمر في الأيام الخمسة الأولى من الطفل تخاف وتقول لماذا، هل لدى ابني حرارة؟ ولكن نحن نعرف أنه في هذه الفترة يفقد كمية من الماء، لذلك 5% مقدار 5%، وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة جسمه. عندما نقص درجة حرارته إلى 37 أو 38 قد نشعر بالقلق إذا زادت درجة حرارة جسمه عن 38 أو إذا نقصت عن 37، إذا كانت درجة حرارته 38 فعندها إذا كان فإن الطفل ممكن إذا كانت عند الطفل عادي يمكن الطفل العادي أن لا يصاب بمرض، أما بالنسبة لحديث الولادة فهذا هام جدا يجب أن ننتبه، فهو لا يستطيع أن يقهر أي ميكروب أو أي
التهاب يحدث عنده، يجب أن ننتبه إلى هذه النقاط بحديث الولادة. هذه النقاط التي ذكرتيها يعني غولاي، هل تنطبق على كل الأطفال أم مثلا يعني كيف تختلف من طفل لآخر؟ طبعا هناك فرق. بالبداية كل الأطفال الذين أتموا أسبوعهم 38 فترة الحمل 38 إلى 42 فهم متشابهين في العناية، ولكن إذا كان الطفل خديج أو قبل ذلك قد ولد فهناك بعض المعايير تختلف، فدرجة الحرارة درجة حرارته تختلف. عندما يتم مثلا شهره الأول فعندها فإن درجة حرارة جسمه تكون قريبة من الطبيعية، ولكن في العادة تتشابه. إن الأطفال الأصحاء أو الذين يخلقون أصحاء وليس لديهم أي مشكلة تتشابه العناية بهم، فهذا الطفل الذي أمامي كبير جيدا، فقد يكون يختلف طبعا حجم وزن الطفل حسب الجنس. هذه هي الصحة، على مؤشرات الصحة. جميل. تحدثتي أنه يعني يجب المحافظة على درجة حرارة جسم الطفل المولود حديثا، يعني فما هو الذي يجب فعله في المنزل للمحافظة على درجة حرارة جسم الطفل حديث الولادة؟ نعم، هذا سؤال جيد. فالأطفال الذين نحن العاملين في مجال الصحة ننتبه كثيرا إلى درجة حرارة الغرفة. هناك بعض العائلات يعيش أفرادها بشكل أفرادها يكون عددهم كبير في المنزل ولا يكون للطفل غرفة واحدة، لكن يجب أن نحاول أن نبعد سرير الطفل عن النافذة وعن مصدر حراري، وأن لا يكون في مجال هواء. يجب أن تكون الغرفة مضيئة، وأن تكون درجة حرارة الغرفة 24 درجة، ويجب لا تكون أقل من ذلك، ويجب أن نحافظ بذلك على درجة حرارة الطفل، ويجب أن لا نغطيه بشكل زائد عن الحد، فمن يفقد الطفل حرارته من رأسه، لذلك يجب أن يكون رأسه مغطى. تمام، سوف نكمل أكيد في هذا الموضوع، لكن دعينا ننتقل سويا إلى أسئلة الشارع. ناس حبوا يسألوا حضرتك بعض الأسئلة، لنشاهد معا. إذا صار مع الولد وجع بطن نكتفي إنه مساجات على البطن تدليك ولا ضروري الدواء؟ هذا السؤال. إيه دكتورة بريس، مشان الأطفال تنصحينا بالاستحمام قبل النوم، يعني بتعرف أجواء الشتاء جاي. يعني حابب أسألك دكتورة، الطفل أول ما يولد بس تقع صرته منحممه فورا ولا قبل ولا بعد ما تقع صرته؟ نتشكر الناس على أسئلتهم، وطبعا رح تجاوبهم الأستاذة كولاي يعني نظريا وعمليا أيضا. مثل ما شفنا أول سؤال أستاذة كولاي عم يسأل إذا صار مع الطفل حديث الولادة مغص في البطن، فكيف ممكن يعني نعمل مساج لتخليصه من الحالة ولا لازم يأخذ دواء؟ شكراً. هذا سؤال جميل جدا. هذا أكثر موضوع يمكن تعاني منه الأمهات، المغص. الأمهات تشتكي من هذا من المغص في الأشهر الثلاثة الأولى، فهذا يقطع نومهم ويخيفهم جدا. هذا مشكلة الغازات. رح نعلمهم اليوم طريقة المساج، سوف نعلمهم طريقة المساج الصحيحة. أجل. المهم هنا أن أو يجب أن النقطة التي يجب أن لا ننساها هنا، أن عندما أحمل الطفل إذا كان يعاني من غازات، هذا الأمر عادي جدا في الأشهر الثلاثة الأولى ولا يداعي من أخذ أي علاج. وإذا انتبهت الأم المرضعة إلى طعامها وشرابها فهذا يقلل الغازات عند الطفل. والأمر الثاني
يعني هو أن تقوم الأم بإرضاع طفلها بشكل صحيح، وهذا يقلل الغازات عند الطفل. إذا كان الطفل لديه غازات ماذا يجب أن نفعل؟ بعد كل وجبة طعام يجب إخراج هذه الغازات من معدة الطفل. نمسك الطفل بهذه الوضعية، نضع رأسه، ممكن أن نضع مادة صغيرة على كتفنا، ونقوم بتدليك ظهره من الأسفل إلى الأعلى، أو نضربه بهذه الشكل. هذا هكذا نقوم بإخراج طفله بعد كل دائماً بعد الطعام. تمام. بعد كل وجبة طعام، بعد أن يرضع، يجب أن تقوم الأم بهذا. وبعد قليل سأريكم كيف سنقوم بتغسيل الطفل، وعندها سنقوم بمساج لبطن الطفل ولأسفل أقدامه. بعد كل حمام يمكن أن تقوموا بهذا، وهذا يشغل الأمعاء ويخفف من حدة ألم الغازات. وبعد 3 أشهر يمكن أخذ العلاج، ولكن في الأشهر 3 الأولى هذا أمر طبيعي، ويجب أن تكون الأم هادئة. كل ما كانت هادئة ما كان الطفل يتأزم أكثر. جميل. هل يعني في النسبة للسؤال الثاني يسأل عن الغسيل والحمام، يعني هل تنصحين السؤال الآخر بتغسيل الطفل في الليل وخصوصا في فصل الشتاء؟ يعني بعض الأمهات يمكن مساء يعني أنه تفكر بتغسيل الطفل مثلا ليلا، هل تنصحيهم بهذا؟ لقد في الأول الأسبوع الأول لا نغسل طفلنا، بعد 5 أيام إلى 15 يوما قد لا يسقط حبل السرة، عندها نمسحه مسح، نمسح جسمه، نغير الحفاضة، نمسح فمه ونغسل. يعني سيدة كولاي، يعني قبل أن تقع السرة لا يجب يعني أن يستحم الطفل؟ كلا، لا نغسله قبل أن تقع السرة، لأنه يجب أن لا تبل منطقة السرة لتقع بأسرع وقت ممكن، يجب أن تكون جافة. بعد أن تقع نغسله في الصباح أو المساء، ليس مهما كثيرا إذا كان صيفا أم شتاء، هذا إذا غير هام، ولكن يجب لا داعي يوميا لغسل الطفل، يكفي مسحه ونغسله تحت الحفاضة ونمسح وجهه، لا داعي لغسله دائما يوميا. والمهم أننا عندما يجب أن نبتعد عنه التليفونات، يجب أن نتركه وحده ونذهب بعيداً. طيب يعني في سؤالي أيضا عن الحبل السري، بما أنه ذكرنا يعني متى يقع الحبل السري وكيف تتم العناية بالسرة يعني بعد وقوع الحبل السري؟ يقع الحبل السري بين اليوم 5 واليوم 15، ولكن هذا يختلف حسب الطفل. الأمهات يحبون أن يتكلموا عن هذا مع بعضهم، بعضهم يقول لقد وقع الحبل السري لابني قبل، وبعضها يقول بعد. لا داعي للقلق، إنها يختلف هذا من طفل لآخر، والمهم هو أن يكون جافا وأن نحافظ على جفافه. وعندما نقوم بوضع الحفاضة للطفل فيجب أن تكون تحت الحبل السري، يجب أن لا يبقى مكشوفا. نعم، يجب أن يكون هكذا. وممكن نقوم ببعض اللوسيونات، أن نضع بعض الأشياء، ولكن الأمر الهام يؤكد أنه بقدر ما يكون جافا فإنه يقع. قد يكون إذا كان هناك إحمرار أو أي سيلة فهذا مهم. دعينا أنا وأنت يعني نري مشاهدينا كيفية تحميم الطفل، لنعمل يعني حمام لهذا الطفل. كيف طريقة يعني الحمام الصحيحة؟ نعم، في العادة عندما ننظر إلى الطفل يجب انتباه إلى درجة حرارة الغرفة، يجب ألا تكون أقل من 24 درجة، وذكرت هذا.
وكذلك الماء يجب أن تكون حرارته جيدة، ويجب أن يعرف الأمهات أن تقوم باختبار الماء بالكوع. ولكن أقول إنه إذا كانت درجة الحرارة 37، إذا كانت درجة حرارة الماء 35 فهذا كافي، فيجب أن تكون درجة حرارة الماء هكذا 35. سأريكم هكذا، يجب تشليح الطفل، إخراج ملابسه، يجب ألا يكون عليه الطبع ملابس. سأريكم هذا بسرعة. بعد خلع ملابس الطفل، كما قلت بين الهم ألا يبرد، يجب لا نريد أن يبرد الطفل. بعد أن يخلع ملابسه نضعه في الحوض الصغير أو في البانيو الصغير. هذا الدعم من هنا هام جدا، لأنه يمنع سقوطه أو انزلاقه إلى الأسفل. إذا كان لا يوجد هذه القطعة في الحوض لديكم، فيجب أن تمسكوه من الأسفل. إذا كان حبل السري لم يقع بعد، فنقوم بمسحه. كيف نقوم بذلك؟ في البداية درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الماء. هذه القطعة الإسفنجية أو القطنية هامة جدا. الماء يكفي، الماء كافي، وقد يمكن الماء يكفي. يمكن استعمال بعض الصابون الناعمة، لكن الماء يكفي. يجب تثبيت رأس الطفل ومسح عينه أولا، تحت العينين، نمسح العين البعيدة عنا من الداخل إلى الخارج، والعين القريبة منا من الداخل إلى الخارج. هذا بالنسبة للأمر الأول. وكذلك الأنف وكذلك الفم. إذا كان يوجد أي سيلان نمسحه، ننظفه بيدنا هكذا. بعد تنظيف وجهه ننظر إلى أذنيه. يجب عدم إدخال أي شيء في أذنيه، فنقوم فقط بقطن. إذا كان هناك أي سيلان في الأذن أو أي مادة، فنمسحه مسحا بقطن فقط، هذا يكفي. المهم جدا إذا كنا نقوم بالتغسيل بطريقة المسح، فعندها نقوم بمسحه من الأعلى إلى الأسفل. أولا الوجه وأكثر مكان متسخ هو في النهاية في آخر الحمام، نمسحه بهذه الشكل. هذا هو حمام المسح. يعني أيضا كولاي الوقت مهم، يعني كي لا أخذ الطفل برد. يعني كم مدة الحمام لازم أن تكون سريعة، مثلا دقيقتين، 4 دقائق، كم يجب أن تستغرق؟ يجب في البداية قد يستمر 15 دقيقة، خصوصا في لا تكون الأم لديها تجربة، قد يستمر 15 دقيقة، ولكن فيما بعد لا يستمر لأكثر من دقيقتين. تكون الأم عندما يصبح لديها خبرة سريعة جدا تماما وبسرعة كثيرا تستطيع أن تقوم بغسله، ولكن في المرات الأولى قد يستمر إلى 15 دقيقة. لذلك ننبه كثيرا إلى درجة حرارة الغرفة التي يجب أن تكون في الغرفة التي نعيش فيها، وستقل الفترة مع الزمن. وفي النهاية يمكن أن أقول هناك نقطة يجب أن لا ننساها، أن ننسى مسحنا جسم الطفل وأقدامه، وفي النهاية نمسح المنطقة تحت الحفاضة، وفي آخر ما نغسله هو الرأس. نعم، لأن الرأس يفقد الحرارة بسرعة، لذلك يجب أن لا نبله في بداية الحمام. نقوم نمسك الطفل بهذا الشكل ونسكب عليه الماء من على كل جسمه. جميل. ونخرجه بهذا الشكل، ويجب مسكه من تحت. أنهينا الحمام الآن، دعينا ننتقل إلى هذا الفاصل القصير. مشاهدينا ننتقل إلى فاصل قصير لنشاهد ما في جعبتنا، ثم نعود بعدها لاستكمال حلقتنا.
في جعبتنا أيضا تمارين تشغل مجموعة من عضلات الجسم في بيت الدواء. هل تودون الحصول على جسم رشيق متناسق؟ هل تعرفون أن الرياضة تحمي القلب والجسم من الأمراض؟ تابعوا معنا تمارين جديدة مع المدرب أردا يزج في الزاوية الرياضية. يتواجد الزنك في المنتجات الحيوانية وعلى رأسها اللحوم. تحتاج أجسامنا معدن الزنك لتفكيك المواد الغذائية التي تتناولها. ما دور الزنك في النمو عند الأطفال والمراهقين؟ كيف نميز الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا المعدن؟ من هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص الزنك؟ ما هي البدائل التي يجب أن يتناولها النباتيون لتعويض نقص الزنك في أجسامهم؟ هل يؤثر ازدياد الحديد أو الكالسيوم على امتصاص معدن الزنك؟ هل تفقد اللحوم معادنها المفيدة عند الطهي؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ستجدون لها إجابة في فقرة التغذية من بيت الدواء مع رولا علوش بعد قليل. ابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدينا وما زلنا مكملين في موضوع العناية بالأطفال حديثي الولادة. جولاي، وصلنا إلى نقطة الإرضاع، يعني ما أهمية الإرضاع الطبيعي؟ الإرضاع هام جدا وهو موضوع واسع جدا. حليب الأم هام جدا وهو أمر نشجع عليه كل الأمهات، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد على أهمية إرضاع الطفل في أول سنتين من عمره، وفي الست أشهر الأولى أم حليب الأم كافي لوحده، فهو لديه أهمية كبيرة. قد يكون في البداية لون حليب الأم مصفر ثم يتغير بعد فترة. يجب أن يتحمل هذا الموضوع كثير من الكلام، ولكن سأقول بشكل مختصر: إذا كانت الأم سترضع طفلها فيجب أن تمسكه بهذه الطريقة. هذه الوضعية هامة نسميها وضعية إمساك كرة القدم. يجب أن تكون مرتاحة، يجب دعم رأسه من خلف، فحتى 3 أشهر الأولى تكون عضلات الرقبة غير قوية، وهذا يمنع موت المفاجئ للأطفال. يجب أن ننتبه إلى إمساك رأسه وندعمه بيدينا، ويجب أن نمسكه من الورك جيدا من الأسفل ونضعه في الحضن. كيف ماذا علينا أن نفعل؟ فترة الإرضاع تكون 20 دقيقة. أنا أحمل ما يقارب 4 كيلويات في يدي، لذلك يجب أن تضع الأم مخدة وسادة تحت يدها. يجب أن يكون وجه الطفل متجه نحو الأم. يجب أن تكون هناك علاقة، تنظر الأم إلى طفلها، ويجب أن تضعه في حضنها، وجهه نحو الأم، وجه الأم نحوها. وهناك تقنيات خاصة للإرضاع سنتكلم عنها فيما بعد. هذا موضوع كبير. جميل، جميل جدا. ماذا عن كولاي عن أشعة الشمس؟ يعني كيف ممكن عرض الطفل لأشعة الشمس، وما هي المدة المطلوبة؟ بعد أن يقع الحبل السري، أي بعد 2 أسبوع أو 15 يوم، فإن هذا الطفل يمكن أن يتعود على الحياة الاجتماعية. ففي البداية يكون فقط الطفل ينام ويقوم بوظائفه الحيوية فقط، وبعد شهر واحد يمكن أن يتعرف على المحيط. يجب أن تعرف على الخارج، على الشمس، ولكن يجب طبعا أن نجعله يرتدي بحسب الموسم. جميل، والفصل. جميل. طب ما أهمية فيتامين دال عند حديثي الولادة؟ هذا سؤال هام جدا جدا. ففيتامين دال يجب نحن نعطيه فيتامين دال كنقاط داعمة. طبعا نقوم بناء على التحليلات أو الفحوصات التي نقوم بها. لماذا نأخذ فيتامين دال من الشمس؟ من أين نأخذه؟ من العظام الطويلة. هذه هي العظام الطويلة، يجب أن تكون اليدين مكشوفتان والقدمين مكشوفتان
مكشوفتان والساقين مكشوفتان. لا داعي، لا داعي ان نخرج الى الساحل او الخارج او للشارع، يمكن اضعه في البلكون، بلكون المنزل او بجانب النافذه. يمكن ان تجلس الام بجانب النافذه وتضع الطفل في يدها في حضنها وتفتح البردايه وتجعل الشمس تدخل الى جسم الطفل. جميل. يعني كم المده مثلا ممكن ان تعرضه الى الشمس؟ كم المده مثلا ممكن أن تعرضه كي يأخذ فيتامين دال؟ يجب أن لا تكون طويلة، لأن جلد الحديث الولادة رقيق جدا، يجب أن نحافظ على جلده. فمثلا عندما نرى أن جهة الشمس لها أضرار أيضا، فيجب أن لا نجعله في الظهيرة يتعرض للشمس، يجب أن ننتبه. فخمس دقائق تكفي أو عشر دقائق ننتضعه في الشمس الخفيفة، تكفي هذه المدة لحصول جسمه على فيتامين د، وهذا يجعل الطفل يعيش مشاعر جميلة مع أمه. ننتقل إلى النوم الآن جولاي، يعني ماذا عن النوم عند حديثي الولادة؟ حدثيني أكثر. أها تبيكي. طبعا إن حديث الولادة في البداية كما قلت يختلف، كما قلت في البداية يختلف من طفل الأمر من طفل لآخر، ولكن في الفترة الأولى فترة 20 يوما قد يكون الطفل ينام 18 ساعة 16 ساعة، هذا لا يستدعي القلق. يجب عندما ينام أن ننتبه إلى فمه إن كان يوجد أي شيء في فمه، وهذه الوضعية استقاء على الظهر هي هامة جدا، هي الوضعية الصحيحة. إن قمنا بتنيمه على جانبه قد يقع نحو الأمام، وهذا قد يؤدي إلى انسداد أنفه، لذلك وهذا أمر قد يؤدي إلى نتائج مؤسفة لا يريدها أي أحد. يجب أن ينام على ظهره. ماذا علينا أن نفعل؟ قد نغير له وضعيته بفترات متقطعة. الأمهات أو الجدات ينتبهون كل فترة إذا كان يأخذ نفسا كما يجب. يجب أن لا يكون أنفه مغطى، ويجب أن لا يغلق فمه بيده. يجب أن تكون اليدين نحو الأسفل قدر الإمكان، ونغطيها نغطي الطفل بغطاء رقيق جدا. وهذا 16 ساعة هي وقت كافي للنوم في اليوم، وإذا كان مرتاحا فإنه يبقى نائما. ويمكن أن ينام مدة ساعتين دون انقطاع، ساعتين إلى ثلاثة. إذا كان ليس جائعا فإنه يستطيع أن ينام بشكل متواصل لساعتين أو لثلاثة، ثم يستيقظ بعد ذلك بسبب الجوع. عندها تقوم أمه بإطعامه وتلعب معه قليلا. في البداية لا يعرف الأم، هي فقط يفكر أن هذه المرأة هي التي تغذيني وتعطيني الطعام، ولكن بعد فترة تنقص ساعات النوم وتصبح ويبقى الطفل صحيح. إذن ماذا أيضا قولاي عن متابعة الطبيب للطفل حديث الولادة؟ يعني ما هي عدد الزيارات التي يجب أن تقوم بها الأم إلى الطبيب؟ في النسبة لحديث الولادة سنتكلم. الأسبوع الأول هام جدا، بدأ الطفل بأخذ تناول حليب أمه، يجب أن نأخذه إلى الطبيب. يجب أن يؤخذ دم من الطفل من كعبه، هذا هام جدا، هذا فحص هام جدا، يحدد وجود أمراض عند الطفل أو لا، هذا في الأسبوع الأول. وفيما بعد يجب أن نقيس وزن الطفل كل أسبوع، ويجب فيما بعد في الست أشهر الأولى يجب زيارة الطبيب مرة واحدة في الشهر، أو ممرضتنا المسؤولة عن الطفل. يجب أن نعرف تطوره ونموه ووزنه وطوله. وكذلك هناك فحوصات للسمع، فحوصات للرؤية،
ولكن لا يشعر الأهل أنه يحبون زيارة المشفى، ولكن يجب أن يزورونا. الأستاذة الجامعية جولاي مناو حدثتنا اليوم الأخصائية في تمريض الأطفال بعد الولادة، شكرا على حضورك وعلى المعلومات القيمة اللي قدمت لها. شكرا لك. شكرا شكرا تشكر لك. مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرتنا الرياضية وكيفية تقوية عضلات الفخذين لنشاهد معا. مرحبا، أنا أراد يزجي مدرب فتنس. سنرى اليوم تماريناً خاصة بعضلات الفخذ وتماريناً تفيد في تشغيل عدة عضلات في الجسم في آن واحد. أول تمرين نأخذ الأثقال ونضعهما على الجانبين، قدماي مفتوحتان بمقدار الكتفين، أخطو خطوة مائلة، واحد أعود، اثنان أعود، ثلاثة أعود، أربعة أعود، خمسة أعود، ستة. أكرر هذه الحركة 20 مرة تقريبا، بعد ذلك أرتاح 30 ثانية، أترك الأثقال جانبا، أفتح قدماي بعرض الكتفين، اليدان في الأعلى. سنقوم بتمرين سكوات، أنزل إلى الأسفل، أصعد على أطراف أصابعي، أنزل أطراف الأصابع، أنزل أطراف الأصابع، أنزل أطراف الأصابع، أنزل أطراف الأصابع، أنزل أطراف الأصابع. أكرر الحركة 15 مرة، ثم أرتاح 30 ثانية. بعد انتهاء 30 ثانية أفتح قدمي لتكون على هذا النحو إلى الخارج. بعد ذلك ضم يداك في الوسط، أنزل إلى أسفل، أصعد على أطراف أصابعك، أرتفع، أنزل أطراف الأصابع، أرتفع، أنزل أطراف الأصابع، أرتفع، أنزل أطراف الأصابع، أرتفع، أنزل أطراف الأصابع. بعد ذلك أخذ الأثقال من جديد. سنشغل الآن عضلات القسم العلوي. نعم، إحدى قدمينا في الأمام والأخرى تبقى في الخلف، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. بعد تكرار الحركة 15 مرة ننتقل إلى القدم الأخرى، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. بعد أن نقوم بالتمرين على 3 مجموعات نترك الأثقال جانبا. التمرين الذي أقوم به الآن يشغل عضلات الورك والفخذين. لا نرتاح أثناء القيام بهذه الحركة، واحد، لا أضع قدمي على الأثنان، ثلاثة، أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. والآن ننتقل إلى الطرف الآخر دون أن نرتاح أبدا. يجب ألا نرتاح، اتخذ نفس الوضعية، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. لا أضع قدمي على الأرض حتما، قدمي ثابتة، ثم أنهي التمرين، أجلس، أغير الوضعية، أنحني إلى الأمام، أبدأ التمرين بالقدم اليسرى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أنتقل إلى القدم الأخرى، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أضم جسمي من هذه الوضعية، أنتقل إلى الوضعية التالية، سأبدأ بالقدم اليسرى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أضم جسمي، ضممته، أغير الوضعية،
أمد قدمي، أباعد بينهما، أضمهما، وبعد الانتهاء من هذا التمرين أنهض. أودعكم على أمل اللقاء في الحلقة القادمة. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم بفقرتنا التغذوية لليوم. رح نتناول أحد المعادن الأساسية للجسم وهو معدن الزنك، ورح نتعرف على الأطعمة التي تحوي هذا المعدن مع أخصائي تغذية رولا علوش. صباح الخير إليك رولا. صباح الورد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيفك رولا؟ تمام الحمد لله. أهلا، اليوم رح نحكي عن الزنك رولا، عن هذا المعدن يمكن أكيد بيوازي أهمية المعادن الأخرى اللي دائما بنحكي عنها طبعاً. لكن مظلوم شوي يمكن ما بنحكي عنه. صحيح، نحكي أكثر عن الحديد والكالسيوم، فلهيك حلو إنه اليوم نحكي عن الزنك. أكيد. طبعاً من أهم الأمور اللي بيدخل في تصنيع الزنك أو الأمور المهمة لوجود الزنك في الجسم هو إنه بيدخل بتركيب الإنزيمات. طبعاً نحن بنعرف إنه الإنزيمات هي بتساعد بالعمليات الأيضية اللي هي لتفكيك البروتينات أو الدهون أو حتى النشويات. فهذه الإنزيمات هو بيدخل في تركيب هذه الإنزيمات. وبالتالي عدم وجود معدن الزنك في الجسم ممكن يخفض من طاقة الجسم، لأنه بتصير العمليات الأيضية أقل. أضعف. فبالتالي مهم جداً لموضوع حتى الطاقة. رقم اثنين هو بيدخل أيضا بتركيب فيتامين A. طبعا هو الفيتامينات المهمة جدا للجلد والشعر والأظافر، فمن المهم كتير أنه يكون موجود الزنك كمعدن في الجسم لحتى يتم وجود فيتامين A بطريقة سليمة وما ينقصنا للجلد والشعر. كيف شوفي كيف يعني بتتراكم الأمور فوق بعضها. أيضا رقم ثلاثة هو مهم جدا لتصنيع وتخزين الأنسولين في الجسم. طبعا نحن مثل ما بنعرف أنه الأنسولين هو من المواد اللي تعمل على ثبات سكر الدم في الجسم، وبالتالي مهم جدا لتصنيعه وتخزينه أيضا، لأنه نحتاج لتخزين قسم من الأنسولين. أكيد. ورقم أربعة، الزنك مهم جدا في عملية النمو، مراحل النمو المختلفة وخاصة طبعا الطفولة. فالأشخاص أو الأطفال اللي بيصير عندهم، خاصة الأطفال اللي ما بيأكلوا كتير من اللحوم أو الحليب، أو عفوا بيعتمدوا على الحليب أكثر من اللحوم. طبعا الحليب فيه نسب بسيطة من الزنك، ولكن اللحوم كقيمة فيه نسب عالية. فاللي ما بياكلوا لحمة بيقول لك الأمهات بيشكوا أحيانا إنه ما بيحبوا تناول اللحوم، كتير ممكن ينقص معهم الزنك وبالتالي بيأثر على نموهم. فمهم جدا في مرحلة النمو، مهم جدا والمراهقة حتى. جميل. طب رولا، هل يرتبط الزنك مثلا يعني نقص الزنك بتكسير الأظافر؟ تماما. هلا نحن حكينا انه مهم جدا لفيتامين A بيدخل في تركيب فيتامين A، وبالتالي كتير تتأثر الشعر والجلد والأظافر تحديدا. اللي بيصير انه بنقص الكالسيوم بيصير في تقصف للأظافر من الأطراف. أما بنقص الزنك بيصير خطوط بيضة من بداية الطفر حتى نهايته، يعني كتير مميز. نقص الزنك كتير مميز، الإنسان فورا به بينتبه على حاله. نشوف في نقاط بيضة على الظفر، مو نقاط، هي خطوط ومو على ظفر واحد، على كل الأظفار. وقتها بيكون فعلا في نقص لعنصر الزنك في الجسم. طبعا يعني نقص عنصر الزنك ما بي يعني عادة ما بيعانوا منه إلا الأشخاص النباتيين غالبا والأطفال. يعني الأشخاص الطبيعيين اللي بياكلوا أنواع مختلفة غالبا ما بيعانوا من نقص الزنك، وإنما النباتيين ممكن يعانوا، لا نظرا لأنه النباتيين بيروحوا لتناول الخضروات والفواكه، ونسبة الزنك في الخضار والفواكه كتير قليلة، هي موجود أكثر بالمنتجات الحيوانية خاصة اللحوم. فممكن يعانوا من نقص الزنك وممكن يشاهدوا هذه الخطوط البيضاء. طب هل مكملات الحديد والزنك قد تؤثر سلبا على بعضها؟ تمام. هلا كثير بيجيني هذا السؤال انه هل ممكن انا اذا عم باخذ مكمل حديد ياثر على مكمل اخر؟ طبعا بياثر، خاصه لما بتزيد النسبه. يعني اذا كميه الحديد، نسبه الحديد كمكمل كانت نسبه مرتفعه، ممكن تاثر على امتصاص الزنك في الجسم. بالمقابل نسبه الكالسيوم ايضا اذا كانت مرتفعه، اذا كان عم يشرب يعني كميات عاليه، ليش عم اقول لك الاطفال؟ لأنه بيشربوا كميات عالية من الحليب وبيكون تناول اللحوم قليل، فأيضا نسبة الكالسيوم المرتفعة ممكن تأثر على على امتصاص. يعني خلينا مثل المشاهدين هون معنا رولا، أنت حكيتي إنه اللحمة هي اللي بتحتوي على الكميات الأكبر من الزنك، اللحمة الحمراء مثل ما شايفين. حكي لنا أيضا مثلا عن الحليب، إنه موجود بالحليب لكن بكميات قليلة، بكميات قليلة. وأخيرا غير إنه ممكن يأثر يعني وجود الحديد بكميات كبيرة أو الكالسيوم بكميات كبيرة، أيضا ممكن بالعكس وجود الزنك في حبوب الفيتامين، حبوب الفيتامينات المختلفة تحتوي على الزنك، فإذا كانت عم تأخذ بكميات كبيرة كمان كميات كبيرة من الزنك أيضا تؤثر على عنصر الكوبر اللي هو النحاس عادة في الجسم. فشوفي كيف المكملات كتير بدها مرتبطة ببعضها، ما بصير يأخذها بشكل عشوائي يقول والله أنا ما يعني بدي أخذ فيتامين منه أنه بقوي حالي. لازم يكون في نقص حتى أخذ
يعني عنصر غذائي معين ناقص. أكيد. حكينا عن مصدرين من الزنك، خلينا نحكي عن المصادر الأخرى اللي موجودة معنا. أغلب المصادر اللي يتواجد فيها الزنك هي اللحوم كمنتجات حيوانية، سواء كان لحم أحمر اللي معانا أو لحم الدجاج أو حتى السمك، كل العناصر هاي الغذائية. هل السمك بيقولوا هي أكثر شيء ولا لا اللحم الحمراء؟ كلهم بشكل عام يحتووا نعم، لكن اللحوم الحمراء زيادة. اللحوم البيضاء أقل والسمك بيجي أقل شيء، لكن بشكل عام كلهم يحتووا على كميات مرتفعة وبتأمن لنا احتياجنا من الزنك. جميل. تمام. هلا بالنسبه لمثلا منتجات الحليب واللبن هي فيها ولكن بنسب كتير قليله. يعني اذا بدي يروح لمثلا اشخاص نباتيين، طب منين بدنا نجيب زنك اذا ما عم ناكل من البروتين الحيواني؟ بدنا نروح للفاصوليا للفاصوليا، لانه هو من البروتينات النباتيه، فاذا ممكن من الفاصوليا يحتوي على الزنك. تماما. فاذا هي كفكره. ايضا بعض انواع المكسرات وخاصه الفستق كمكسرات بشكل عام، وخصوصا الفستق الحلبي له، هذا الفستق ايضا يحتوي على نسبه من الزنك. طبعا انا هون عم بحكي يعني يحتوي على نسب ولكن كميات قليله، ونحن اصلا نسبه الزنك في الجسم ما بنحتاج كميات عاليه، فبالتالي يعني قديش ممكن نحتاج رولا؟ هي نسب كثير منخفضه، يعني بشكل عام ممكن اذا تناولنا قطعه من الستيك مثلا متواجده معنا اليوم مع كمش من المكسرات نامن احتياجنا باليوم، فكميات ما كثير كبيره وتؤمن ببساطه، لكن الأشخاص النباتيين ممكن يصير عندهم نقص. أيضا بدي أنصح ب يعني هيك أشخاص نباتيين، أنا بنصحهم طبعا للفاصوليا كنبتة يعني من النباتات وأيضا حبوب الفطور المدعمة. يعني عادة حبوب الفطور العادية ما بتكون مدعمة كتير بالعناصر الغذائية، لكن حبوب الفطور المدعمة اللي عادة بيكتب عليها مدعمة مثلا بالحديد، مدعمة بالزنك، مدعمة بكذا، بتكون ضايفين لنسبة من المكملات وبالتالي بتفيد جدا الأشخاص النباتيين. فبنختار دائما كتير مهم أني اختار على علب بالسوبر ماركت اختار المدعم بالزنك، وهيك بيكون بشكل عام. طبعا موجود بنسب قليلة بمنتجات الفواكه والخضار. تماما. يعني رولا، هل مثلا الخضار والفواكه تحتوي على الزنك؟ مع الأسف هو طبعا أول شيء موجود بنسب كتير قليلة يعني لا تذكر، وبالتالي نحن نعتبر أنه لا تحتوي الخضار والفواكه. لكن شو القصة هون؟ بدنا ننتبه كمان من شغلة، أنه كثرة تناول الخضار والفواكه وجود الألياف بكثرة ممكن يأثر سلبا على امتصاص الزنك. يعني الأشخاص اللي عندهم نقص بالزنك ما بنصحهم يكثروا من الخضار والفواكه، وإنما يتناولوا بكميات منطقية. تعرفي هي بنرجع لنفس الدائرة، أنه الأشخاص النباتيين هن اللي بيعانوا من بالزبط. نقص الزنك. ليه؟ لأنه الألياف عادة إذا تواجدت بكثرة ممكن تؤثر على امتصاص الزنك. بس هذا السبب يعني ببساطة شديدة. طب هل الفواكه بيقولوا أنه الموز ممكن يحتوي على نسبة بسيطة؟ لا، الموز لا، الموز ما يحتوي على نسب من الزنك. بشكل عام الخضار والفواكه كلها قليلة جدا، قليل جدا أنه تحتوي على الزنك. دائما المعادن هاي الحديد الزنك كلها بتروح من المنتجات الحيوانية. الكالسيوم مثلا من الحليب لأنه من المنتجات الحيوانية، فدائما بنروح للحوم حتى الفاصوليا لحتى نأمن احتياجنا سواء من مثلا عنصر الحديد او عنصر الزنك. طب هل في حبوب اخرى مثلا غير الفاصوليا؟ هلا ممكن يتواجد طبعا بالفاصوليا، ممكن بالعدس، كل انواع البقوليات يعني مو بس الفاصوليا بحد ذاتها، ممكن نعمل شوربه عدس، ممكن الفاصوليا نطبخها بالشكلين سواء كانت حب او الخضرة، ممكن ايضا الفول اللي عاده متعارف عليه، فيعني الحمص ايضا من البقوليات، فعنا مساحه يعني وحريه دائما بتناول الأغذية. ما بجيب الفاصوليا يعني كمثال، ولكن البقوليات ككل طبعا. طب خلينا نرجع يعني نقول مثلا اللحمة تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، بس هل يعني ما ممكن انه نخسره مثلا بطريقة الطهي؟ يعني بعض الناس مثلا، خليني احكي عن اللحمة بالذات، يعني احيانا ممكن نقسى على اللحمة شوي نشويها او نطهيها بشكل كتير كبير، هل بيتفكك الزنك مثلا؟ لا، هو يعني لحسن الحظ انه المعادن اللي متواجدة ضمن اللحوم لا تتفكك، فضمن الغذاء الطبخ الطبيعي ابدا لا تتفكك، وانما اللي بنخسره باللحوم نخسر طبعا جزء من الدهون، وهذا شيء ايجابي طبعا خاصه اذا كنا عم نطبخه بطريقه صحيه، وبنخسر جزء من الفيتامينات، وعاده اللحوم نسبتها بالفيتامينات قليله فبنخسر جزء من الفيتامينات اللي موجوده بالدهون، لكن لا نخسر، لكن لا نخسر الزنك. اكيد. بدي اشكرك اخصائيه تغذيه رولا علوش على المعلومات اللي قدمتين لي اياها. شكرا لك. مشاهدينا هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، بتمنى تكون نالت اعجابكم، قدمنا لكم فيها الفائدة والمتعة. لا تنسوا دائما تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك بيت الدواء أجزخانة. تمنى لكم نهارا سعيدا، إلى اللقاء، في أمان الله.